أهلا بكم مرة أخرى في هذه الندوة التي تأتيكم في الذكرى 53 لنكسة حزيران عام 1967. في هذا الجزء من ندوتنا نتحدث عن مستقبل القضية الفلسطينية بعد كل هذه السنوات من النكسة، وأرحب بضيف هذا الجزء من ندوتنا دكتور عزام سلطان التميمي. دكتور عزام، لكل حدث كبير سياقات أدت إليه. النكسة التي حدثت عام 67، وفي مثل هذه الأيام نستذكر هذه الذكرى الأليمة، كان هناك سياق عربي محدد أدى لها وربما تسبب بها. من وجهة نظرك، ما الذي في ذلك السياق كان عاملا حاسما في حدث النكسة وفي حدث الخسارة العربية والفلسطينية الكبيرة التي حدثت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة السياق، وأنا أذكره جيدا الآن لأنني أنا في ذلك الوقت كنت في 12 من عمري، وأذكر أنني كنت في اليوم الأول من الحرب أجلس بجانب والدتي رحمها الله، وكانت تعجن، ونستمع إلى إذاعة صوت العرب، وكل شوية نسمع أن أسقطنا طائرات للعدو وعملنا وانتصارات إلى آخره. السياق الحقيقة كان سياق من الغش. أنظمة عربية كانت تكذب على المواطنين، كانت تغشهم، تحاول أن تحقق أمجاداً باسم القضية الفلسطينية، ولكنها كانت بالحقيقة لا تعمل شيئاً من أجل فلسطين، بل على العكس كما ثبتت بالوثائق الآن، حتى النظام الأكثر ثورية في ذلك الوقت اللي هو نظام عبد الناصر كان لديه قنوات سرية مع الكيان الصهيوني، وكان في نوع من التواصل، كان في إدراك لدى، أو كان في قرار لدى مجمل الأنظمة العربية في ذلك الوقت أن إسرائيل وجدت لتبقى، وأننا لابد أن نجد وسيلة للتسوية معها، وهذا ما عبر عنه بورقيبة في عام 1965، وإن كان فيما بعد العرب تنصلوا من تصريحاته ونددوا به، لكن الحقيقة ما عبر عنه بورقيبة في ذلك الوقت كان هو الموقف الحقيقي غير المعلن لمعظم الأنظمة العربية. فالسياق كان انفصام كامل ما بين أنظمة الحكم والشعوب، شعوب مغشوشة مكذوب عليها، العالم العربي من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي يمجد جمال عبد الناصر بل ويؤهله ويؤلهه بسبب شعاراته حول فلسطين، بينما كانت فلسطين آخر ما يشغل بال هؤلاء الزعماء. ولذلك عندما صارت الحرب لم يكن هناك استعداد، لم يكن هناك أي إعداد لمواجهة مع الكيان الصهيوني، فبدلا من أن تتمكن الأنظمة العربية مجتمعة من تحرير شبر واحد من فلسطين التي احتلت عام 48، فقدوا من الأراضي أكثر بكثير مما كان محتلاً. طيب، وفي ذلك التاريخ كان هناك أيضاً سياق دولي مهم هو الذي ربما ساعد في هذه النكسة. الدول العربية مثل النظام المصري كان متحالفاً ولو على الأقل من حيث الشكل مع الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين ويدعمه عسكرياً، والولايات المتحدة الأمريكية كانت وما تزال هي الداعم الأكبر لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هل في ذلك السياق أي دور يعني مباشر أو غير مباشر لما حدث في نكسة حزيران؟ طبعا الاتحاد السوفيتي كان يشارك في الكذبة الكبرى، لأنه كانت الأنظمة العربية التي تسمى ثورية أو تقدمية ومتحالفة مع الاتحاد السوفيتي كانت تدعي أن الاتحاد السوفيتي هو صديق للعرب وصديق للفلسطينيين في هذه القضية. الحقيقة أن الاتحاد السوفيتي كان من أوائل الدول التي اعترفت بالكيان الصهيوني، وكان من أكثر الدول التي ساهمت في ترسيخ أقدام الصهاينة في فلسطين، وخاصة عندما بدأوا بتصدير السلاح لهم في بداية عهدهم. فالساحة الدولية الحقيقة في ذلك الوقت يعني خارج المنطقة العربية كانت ساحة ممالئة للصهاينة تريد أن تمكن لهم، لم يكن يوجد صديق حقيقي للعرب في يتعلق بقضية فلسطين ضمن الدول الكبرى. الدول الكبرى كلها كانت على قلب رجل واحد بأن هذا الكيان الصهيوني، دولة إسرائيل كما يسمونها، وجدت لتبقى لأنها تكفير عن
خطايا ارتكبت بحق اليهود في أوروبا. طيب الآن هذا التحليل دكتور عزام الهدف منه هو ليس فقط سرد التاريخ، الهدف منه هو استلهام الدروس في ذلك التاريخ لربطها بواقعنا. الآن من ذلك السياق الذي تحدثت به عن السياق العربي والسياق الدولي، ما الذي فيه يمكن استلهام الدروس في السياق الحالي، السياق العربي الحالي الذي تعيشه القضية الفلسطينية ابتداء حتى نتحدث بعد عن السياق الدولي؟ صدقت أخي جمال، الدروس كثيرة وينبغي أن تستلهم، لكن على رأس هذه الدروس أن هذه القضية ليست قضية شعب فلسطين، وهذه القضية أكبر نكسة فيها وأكبر نكبة فيها هي عندما قزمت واختزلت في فئة من الناس اسمهم الفلسطينيين، وعندما اعتبرت قضية لاجئين وقضية عودة. الحقيقة أن هذه القضية هي قضية الأمة، هي قضية غزو استعماري أجنبي صهيوني صليبي تعرضت له أمتنا، أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية. هذا هو الدرس الذي ينبغي أن يستلهم، ولذلك أكبر خطر محدق بهذه القضية هو فك الارتباط بين فلسطين كقطعة أرض هي جزء من الأمة وفي قلب الأمة، وبين الأمة ككل، بحيث عندما نتكلم الآن عن مشكلة اللاجئين في الفلسطينيين في لبنان، كأن اللبناني العادي لا علاقة له بهذه المشكلة وأن هذا اللاجئ هو عبء عليه، عندما الآن بعض الأصوات في دول الخليج تتسابق وتعدو باتجاه استرضاء الصهاينة بحجة أنه مالنا ومال الفلسطينيين وهذه ليست قضيتنا. هذا تزوير لوقائع التاريخ. الحقيقة هو أنه فعلا الفلسطينيون هم أكثر متضرر بسبب هذا الغزو الاستعماري، ولكن هذا الغزو الاستعماري لم يستهدف الفلسطينيين بالذات، هو يستهدف الأمة بأكملها. ولذلك الدرس الذي ينبغي أن نبدأ به هو إعادة الارتباط ما بين الأمة وما بين قضية فلسطين. ومن هنا شهدنا في بدايات الربيع العربي هذا التلاحم من أصدق المشاعر التي عبرت عنها شعوب تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن والعراق وباقي الشعوب العربية التي تمكنت من التعبير عن مكنونها، عن مكنون نفوسها، هو أن إسقاط الأنظمة الفاسدة المستبدة مرتبط ارتباط عضوي بمشروع تحرير فلسطين، والعكس صحيح. والأنظمة التي ذكرت في بداية حديثك أنها كانت تنافق، تدعي أنها مع القضية الفلسطينية فيما تتساوق مع المشاريع الإسرائيلية والأمريكية، هذه الأنظمة هل هناك من الأنظمة ما يشابهها الآن ونحن نتحدث عن موجة من التطبيع مع الاحتلال، مع دولة الاحتلال الإسرائيلي؟ الذي نشهده الآن هو وجود محورين أساسيين ما بعد ثورات الربيع العربي. محور متصهي تماما، وهو المحور الذي وقف في وجه المتغيرات التي ناضلت من أجلها الشعوب، وقف في وجه الإصلاح الذي كانت ترنو إليه الشعوب، ومحور آخر هو للأسف الأضعف الآن، المحور الذي يقف مع حقوق الشعوب ومع قضية فلسطين. هذان المحوران هما الآن يخوضان حربا معلنة في بعض جوانبها وغير معلنة في كثير من جوانبها، وكثير من الأنظمة العربية للأسف في المحور الأول، في المحور المتصهين، ولذلك تسمع من بعضهم كلاما معسولا يتشدقون ولكن ليس صحيحا ما يصدر عنهم حتى في مواقفهم من صفقة القرن. يعني ينبغي ألا تنطلي علينا الأحاديث والأكاذيب التي انطلت على من سبق، على الجيل الذي سبقنا والذي غشه عبد الناصر وغشه الأسد وغشه القذافي وغشه كل الذين كانوا يدعون باسم الثورية أنهم يتصدون للمشروع الصهيوني. ولكن الآن للأسف دكتور عزام، يعني هؤلاء حتى الذين يعلنون بأنهم مع القضية الفلسطينية هم في انحسار، هم الآن لا تسمع هذه، حتى هذه الأصوات لا تسمعها. وسؤالي هنا عن فعلا غياب هذه الأصوات وتأثير ذلك
على الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، غياب الصوت العربي، غياب دور جامعة الدول العربية، ألا يجرئ الإدارة الأمريكية على التساوق مع مشاريع الاحتلال الإسرائيلي؟ بالتأكيد الوضع العربي المتهافت هو الذي يجرئ الآخرين علينا وعلى قضيتنا. وهنا أعيدك إلى ما ذكرته آنفا حول أجواء الربيع العربي. أنا كما ذكرت لك أذكر القضية الفلسطينية منذ النكسة، منذ أن كان عمري 12 عاما. لا أذكر أننا وصلنا ذروة تلاحم شعبي عربي مع القضية الفلسطينية كالتي وصلناها في أوج الربيع العربي، عندما أصبح المواطن العربي له كرامة، له عزة، ويعجب به القاصي والداني. الآن بعد أن نجح أعداء الربيع العربي في كتم أنفاسه وفي إسقاط المسيرة الديمقراطية في مصر، ويتآمرون الآن على ليبيا وعلى تونس وعلى غيرها، وأحالوا اليمن إلى بركة من الدماء، وسوريا في حالة يرثى لها، نشعر بأن الآخرون بأن الآخرين تجرأوا على القضية الفلسطينية وعلى المواطن العربي ككل. ولذلك أنا أعتقد أن أولى الأولويات لمن يعملون للقضية الفلسطينية اليوم، مع تقديري واحترامي وحبي لكل المشاريع التي يقوم بها إخواننا الفلسطينيون، وهي في حدها الأدنى مشاريع ذات قيمة معنوية، لأن المشروع الأهم الذي ينبغي أن نصب فيه جل جهودنا هو إعادة اللحمة ما بين الإنسان العربي والمسلم والقضية الفلسطينية. طيب. إعادة رأب هذا الصدع الذي شكلته الأنظمة المعادية للقضية الفلسطينية. اسمح لي أن أربط هذه الذكرى مع صفقة القرن، صفقة بنيامين نتنياهو تحديداً ودونالد ترامب وبعض الأنظمة العربية. هل ساهم مشروع تكريس مفهوم تدارك تداعيات ما جرى عام 67، وبأن الأرض التي احتلت هي فقط 67، وعدم ذكر ما احتل عام 48، لتأتي صفقة القرن وتتحدث فقط عن آثار ما جرى عام 67؟ وسؤالي، هل يمكن أن نقول، أو هل من المبالغة بالقول، أن صفقة القرن ومشروع صفقة القرن ما هو إلا نتاج من نتائج ما جرى عام 67 والموقف العربي منها؟ 100%، وهو نتاج أيضا التصهين العربي. يعني أنا ممن يعتقدون بأن فكرة صفقة القرن ليست فكرة أمريكية ولا فكرة إسرائيلية، هي للأسف فكرة خليجية، هي ولدت من رحم تلك النقاشات التي كان يقضيها طوال الليل محمد بن سلمان مع كوشنر. هؤلاء الأعراب يريدون أن يغسلوا أيديهم من القضية الفلسطينية تماما. فهي فعلا هي نتيجة لمرحلية التنازل عن الحق الإسلامي والعربي في فلسطين. وهذا يعيدنا إلى ما يسمى بالمبادرة العربية التي هلل لها الجميع واحتفوا بها وظنوا أنها يمكن أن تكون مفتاحا للخروج من هذه الأزمة. المبادرة العربية التي وعدت الصهاينة بأن يعترف بحقهم في الوجود في فلسطين هي أكبر خيانة للقضية الفلسطينية، وهي التي بنى عليها كل ما جاء من بعدها، بما في ذلك هذا الهوان مما يسمى بصفقة القرن. ولكن الموقف الفلسطيني دكتور عزام أين هو من هذه الفكرة التي للأسف كرستها نكسة 67، أن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة 67، هي فقط عودة إلى الأراضي التي احتلت عام 67، ويا ليته كان كذلك. حتى بعض التفسيرات العودة إلى أراض احتلت 67، ليس كل الأرض التي احتلت عام 67. ما الدور الفلسطيني فعلا في تكريس هذا الفهم للقضية الفلسطينية؟ الدور الذي لعبته منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك هو دور الأخطر طبعا، لأن منظمة التحرير الفلسطينية حولت نفسها بعد أن أخذت شهادة صك بأنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني دون أن يستشار الشعب الفلسطيني في إعطائها هذا الصك، قررت أن تعترف بالكيان الصهيوني بحقه في الوجود مقابل أن
يعترف بأنها ممثلة للشعب الفلسطيني ولا أن يعترف حتى بالحقوق الفلسطينية. فقيادة منظمة التحرير التي أقبلت على التفاهم مع الصهاينة وعلى توقيع اتفاقيات أوسلو هي التي طعنت القضية الفلسطينية بخنجر مسموم في خاصرتها، وهي التي جرأت علينا الأمم، وهي التي جعلت الأعراب اليوم يقولون لا يمكننا أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين. ولذلك أنا ممن ينادون بإعلان موت منظمة التحرير، وأنه ينبغي على الفلسطينيين أن يوجدوا بديلاً لها، لأن هذه المركبة مركبة معطوبة، مركبة مضروبة، تستخدم من أجل التنازل عن قضيتنا، من أجل التنازل عن بيت أمي وعن أرض أبي، وهذا ما لا يقبل به فلسطيني، وما لا ينبغي أن يقبل به عربي ولا مسلم. فللأسف الذين انخرطوا في أوسلو ساهموا مساهمة فعالة في جرنا إلى المربع الذي نحن فيه اليوم من صفقة. ومن الذي لم ينخرط دكتور عزام؟ من الذي لم ينخرط؟ معظم التنظيمات الفلسطينية الآن في برامجها تتبنى الطرح المرحلي أو القبول بدولة فلسطينية على حدود 67، حتى حركة المقاومة الإسلامية حماس. شو دون أن أسمي أي فصيل من الفصائل أو أحاول أن أبرر أو أن أحلل هذا الموقف أو ذاك، بالنسبة لي وهذا في ظني ينبغي أن يكون بالنسبة لكل فلسطيني وعربي ومسلم، ما يهم هنا هو الفكرة، والفكرة هي أن فلسطين تعرضت لغزو استعماري أجنبي صهيوني يستهدف وجود الأمة، يستهدف عقيدة الأمة، لا يستهدف حبات تراب هنا أو هناك، ولا يستهدف تلا هنا أو واد هناك أو قرية هنا أو بلدة هناك، هو يستهدف الأمة ككل. ولذلك أنا كنت من الذين اعترضوا على إخواننا في حركة حماس عندما صدر عنهم ما يفيد أنهم يقبلون بدولة في 67، وحصلت نقاشات كثيرة بيني وبين بعض إخواننا في قيادة حركة حماس، وكانوا يقولون لي بأن هذا لا يعني بالنسبة لهم الاعتراف بالكيان الصهيوني. قلت لهم لا يهم ماذا تظنون أنتم، المهم ماذا يفهم الآخرون. ولذلك عندما صدرت وثيقة حماس الأخيرة التي أريد منها تحسين الوضع السياسي أو الوجه السياسي لحركة حماس، كان أكبر عيب في هذه الوثيقة أنها في سطر منها تقول إنها لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود، وفي السطر الثاني تقول إنها تعترف بوجود أو أدنى عفواً أنها تقبل بدولة فلسطينية في 67. إذا قبلت بدولة في 67 هذا يعني أنك تقبل بدولة صهيونية فيما تبقى من فلسطين. وأصلا يا أخ جمال، قضيتنا ليست قضية دولة خسرناها أو فقدناها. أصلا لم يكن هناك في التاريخ دولة اسمها دولة فلسطينية. فلسطين جزء من الأمة، فلسطين قطعة من كبد هذه الأمة، مش مهم يكون في عنا دولة اسمها فلسطينية، المهم أن تعود هذه الأرض إلى حضن أمها، إلى الأمة الإسلامية، هذه هي القضية. ولكن كيف تعود؟ البعض قد يقول أنه هذا الكلام فيه عدمية، يعني هناك حلول، هناك مشاريع سياسية تطرح وهذه المشاريع سلمية، لماذا نرفض كل هذه الحلول حتى إن كان أصحابها يقولون بأنها هي مرحلية، هي مرحلة لتجميع الفلسطينيين في هذه الدولة للانطلاق بعدها لتحرير كل فلسطين أو لإقامة كيان فلسطيني على الأرض التاريخية لفلسطين؟ أن العدمية هي تلك المشاريع التي جربها هؤلاء المخبولون، وبقول لك زي ما بقول بالمثل الشعبي، اللي بجرب لمجرب عقله مخرب. ماذا نتج عن أوسلو؟ ماذا نتج عن كامب ديفيد بين مصر والكيان الصهيوني؟ ماذا نتج عن وادي عربة بين الأردن والكيان الصهيوني؟ الغزو الصهيوني مستمر ولا يتوقف عند حد، بينما ما أقوله أنا هو التمسك بالحقائق التاريخية وشحذ الأمة استعداداً لإعادة هذا الحق التاريخي. نحن رأينا في أوج الربيع العربي كيف أن الصهاينة كانوا يرجفون، كانوا يرتبكون، كانوا خائفين من أن التحول الديمقراطي في المنطقة العربية سيعيد اللحمة بين شعوب العرب والقضية الفلسطينية، لأن الأنظمة العربية الموجودة التي لم ينتخبها أحد ولا تمثل أحد وتسرق أموال الشعوب وتبددها وتهدرها هي أقرب إلى الكيان الصهيوني ومطلوبة من الكيان الصهيوني. إذن الحل الأمثل هو أن نتمسك بالحق التاريخي
وأن نعد أنفسنا من أجل أن نستعيده، لا أن نتعلق بأوهام كما تعلقت منظمة التحرير وكما تعلقت الأنظمة العربية التي وقعت اتفاقيات مع الصهاينة لم يأتيها منها إلا الخبال وإلا الخزي والندامة. ولكن إعادة توجيه الصراع مسألة محورية، مسألة كبيرة جداً، كيف يمكن فعلاً أن يبدأ بذلك التوجه على المستوى الشعبي، على المستوى الشعبي الفلسطيني؟ كيف يمكن فعلاً أن نبدأ بإعادة توجيه الصراع إلى بوصلته الصحيحة؟ شوف، الفلسطينيون لأن أرضهم هي المحتلة ولأنهم المتضررون ابتداءً من هذا الاحتلال يمكن أن يقوموا بأشياء كثيرة ويمكن أن يحاولوا أن يقوموا بأشياء كثيرة. إخواننا في الداخل كان الله في عونهم بحاجة إلى أن يصبروا ويتحملوا ويزيدوا من كلفة الاحتلال، قدراتهم لا تسمح لهم بإزالة الاحتلال بالتأكيد، هذا هو الواقع، ولكن بإمكانهم أن ينغصوا على هذا الاحتلال وأن يزيدوا من تكاليفه، لأن الاحتلال يستهدف وجودهم عاجلاً أم آجلاً. والفلسطينيون في الخارج عليهم أن يعملوا من أجل توعية الرأي العام بقضيتهم ومن أجل إعادة الأمة العربية والإسلامية لكي تحتضن القضية الفلسطينية. لكن الحقيقة الحل والتحرير لن يأتي من قبل الفلسطينيين وحدهم، هذه قضية كبيرة، هذه قضية عالمية، لابد أن تستعيد الأمة قدرتها على أن تقف في وجه هذا المشروع. ولذلك عودة الحرية والكرامة للشعوب العربية شرط أساسي لتحرير فلسطين. هناك من يعتقد بأن تحرير فلسطين هي السبيل إلى نهضة الأمة، نظرية. أنا أعتقد جازما بأن العمل من أجل استعادة كرامة الأمة هو السبيل إلى تحرير فلسطين. طيب، واستعادة الأمة. ولكن الواقع الفلسطيني، هل الواقع الفلسطيني في ما يسميه البعض انقسام ومصالحة فلسطينية متعثرة، هل ينظر له نظرة سلبية بأنه هذا واقع مشرذم، أم أن الانقسام هو صحيحة حقيقة، انقسام بين الفصائل ليس انقسام بين الشعب الفلسطيني وأصحاب مشروع تحرير فلسطين؟ الأصل أنه لا يوجد انقسام بين أبناء الشعب الفلسطيني، لأن كل واحد فينا إحنا متضرر من الاحتلال. اسأل أي إنسان، إما جده أو أبوه أو أبو جده، إما أرضه أو بيته وقريبه، كلنا تضررنا بسبب هذا الاحتلال. الانقسام موجود بين النخب وبين قيادات الفصائل، وهذا الانقسام طبيعي. لماذا؟ لأنه في ناس ليست لديهم القدرة على النضال ولا يريدون من غيرهم أن يناضلوا. يعني أنا يمكن أن أتقبل من إنسان أن يقول يا جماعة والله اعذروني أنا ظروفي لا تسمح لي بأن أناضل، نقول له أقعد مع القاعدين عفى الله عنك. أما أن يقف حجر عثرة في طريق من يريد أن يناضل ويعتبر أن من يناضل يخرب على مشروعه التسوي أو السلمي، هذه هي المصيبة. ولذلك أنا لا أؤمن بالمصالحة، كل الكلام عن المصالحة هو وهم، لا يمكن أن يكون هناك مصالحة بين مشروعين متناقضين. مشروع يؤمن بحق إسرائيل في الوجود، هذا المشروع اللي بيقوده الآن أبو مازن ومعه كل الذين انخرطوا في أوسلو، وسلطة رام الله التي تنسق أمنياً مع الكيان الصهيوني، وفي المقابل مشروع الشعب الفلسطيني الذي يرى أنه لا بد من التحرير والعودة عاجلاً أم آجلاً. كيف يمكن أن تجمع بين هذين المتناقضين؟ مستحيل. ولذلك كل الكلام عن المصالحة هذا كله دغدغة للعواطف، كلام لا أصل له. قبل أن نتكلم عن المصالحة دعنا نتكلم عن الهدف. وهذا هو فعلا سؤالي الأخير لك دكتور عزام، عن الهدف، المشروع، ما يسمى بالمشروع الوطني الفلسطيني، للأسف الذي له تأويلات كثيرة جدا، كل تنظيم له رؤية لهذا المشروع. من وجهة نظرك، ما هو المشروع الوطني الذي يجب أن يكون لكل فلسطيني، وما هو مصيره؟ لا يوجد في عقيدتي سوى مشروع واحد، مشروع لفلسطين، وهو الاعتقاد الجازم بأن هذا الكيان الصهيوني لا بد من إزالته يوم من الأيام، وأننا ينبغي أن نعد العدة لذلك، وأن الاعتراف بمشروعية وجود المحتلين الأجانب في أي بقعة من فلسطين
يعتبر خيانة لله ولرسوله وللأمة. هذه هي الفكرة، هذه الفكرة ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي علينا أن نستغل كل مناسبة من مناسباتنا، سواء النكبة أو النكسة، مناسبة فرح أو مناسبة ترح، لكي نؤكد على هذه الفكرة ونلقنها لأولادنا ولأحفادنا وننقلها إلى الناس من حولنا. الفكرة هي أن هذا مشروع باطل، وكل ما يبنى على باطل فهو باطل. هذه هي الفكرة. نعم دكتور عزام سلطان التميمي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، ونحن مستمرون في ندوتنا ونعود لكم بعد هذا الفاصل لنتابع الحديث عن دور حملة العودة حقي وقراري في إنجاح الحراك الشعبي للرد على موجات التطبيع العربي. فابقوا. أهلا بكم في الجزء الأخير من ندوة قناة الحوار في ذكرى نكسة 67. نتحدث عن ذكرى النكسة وعن دور المؤسسات الشعبية في استلهام هذه الدروس للانطلاق لتأكيد حق العودة الفلسطيني من خلال الحملات المختلفة، وتحدثنا بالتفصيل في هذه الندوة عن حملة العودة حقي وقراري التي نظمها مركز العودة الفلسطيني في لندن. في هذا المحور من ندوتنا نتحدث عن إدارة الحملة إعلاميا ودورها في إنجاح الحراك الشعبي من خلال تجربة حملة العودة حقي وقراري. معي الناشط المتخصص في السوشيال ميديا ياسر عاشور من إسطنبول. ياسر أرحب بك في هذه الحملة في هذه الندوة للحديث عن حملة العودة حقي وقراري. أي حملة لا يمكن أن تنجح دون نجاح هذه الحملة إعلاميا، والسوشيال ميديا الآن هو وسيط مهم جدا في إنجاح كل هذه الحملات. كيف كان دور وسائل التواصل الاجتماعي في إنجاح حملة العودة حقي وقراري لتصل إلى أكثر من ربع مليون مشارك؟ في بداية شكرا لك أستاذ جمال وللمشاهدين الكرام. في ذكرى النكسة عملت حملة العودة حقي وقراري جنبا إلى جنب جانب المؤسسات الفلسطينية التي عملت على توعية المتابعين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بحق العودة في ذكرى النكسة في الوقت الذي يتزامن مع أكبر حملة للأسف عربية وإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني يقودها الذباب الإلكتروني من عدة دول مختلفة. عملت الحملة عبر منصاتها المختلفة في منصات التواصل الاجتماعي على التأكيد على الانتداد العربي لفلسطين، على التأكيد على حق الفلسطينيين في أرضهم، كذلك عبر منشورات التي نشرتها حملة العودة حقي وقراري على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أكدت على أن النكسة ليس حدثاً فلسطينيا خاصا بفلسطين، انما حدثا عربيا يخص الدول العربيه التي هزمت للاسف في هذه الحرب. اكدت الحمله من خلال المحتوى الذي قدمته على منصات التواصل الاجتماعي ان النكسه تعني المصريين كذلك كما تعني الفلسطينيين والاردنيين والسوريين جنبا الى جنب الى جانب جميع العرب. فكان المحور الاساسي في ذكرى النكسه هو التأكيد على أن النكسة ليست حدثاً أو ليست حدثاً فلسطينياً خالصاً. طيب ولكن ياسر دائماً الوسائل التي وسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام واسعة الانتشار تكون سلاح ذو حدين، لأنك كما ذكرت الذباب ما يسمى بالذباب الإلكتروني هو يستطيع أيضاً أن يستخدم أدواته لمواجهة حملاتكم. وهو سؤالي كيف يمكن فعلاً مواجهة ذلك؟ أنت تعلم بأنه فيسبوك تحديداً أكثر من مرة حاصر القضية نشطاء القضية الفلسطينية تحديداً من خلال حجب مواقعهم. يمكن القول أنا من حظ القضية الفلسطينية ومن حظ المحتوى الفلسطيني على الإنترنت أن عدوه أو من يواجهه أو أقصد هنا الذباب الإلكتروني على أتم تحديد هو غبي، يعني بين قوسين أو حتى بشكل مفتوح هو عدو غبي، يتحدث بدون حقائق، يتحدث بدون أرقام، يتحدث فقط ضمن كلمات معاد تكرارها بشكل آلي أو بشكل غير آلي لا تقنع أي عاقل. هو فقط يضخ في المحتوى ليصنع الترند أو ليصنع التفاعل في المنصات، ولكن ما تقدمه حملة العودة حقي وقراري وما تقدمه الحملات الأخرى الفلسطينية التي توضح وتدافع عن الحق الفلسطيني هي بيانات ومحتوى قائم على أرقام وحقائق وقائم على معلومات ومصممة بشكل جيد ويتم تقديمها للمستخدم أو للمتابع بشكل جيد حتى تصله
وتقنعه طيب. بأحقية القضية الفلسطينية، عكس ذلك تماما ما يقوم به الضباب الإلكتروني ابقى معي من فوضى عارمة. ابقى معي ياسر، أيضا نشرك معنا الإعلامي ومدير إذاعة حسنة الأستاذ حسام غرايبة معي من عمان. أستاذ حسام أرحب بك في هذه الندوة الخاصة في قناة الحوار في ذكرى النكسة، ونتحدث من خلالها أيضا عن حملة العودة حقي وقراري. من وجهة نظرك دكتور أستاذ حسام، إلى أي مدى يساهم الإعلام بإنجاح أي حملة، وخاصة إذا كان الإعلام في مثل هذه الظروف، ظروف جائحة كورونا وظروف الحجر، هو الوسيلة الوحيدة للحراك الشعبي؟ أولا شكرا لك ولقناة الحوار ولمشاهديك الكرام وضيوفك الكرام كذلك، واسمح لي أن قبل أن أجيب على سؤالك أن أبدأ بالقول نحن جيلنا لم نشهد لا النكسة ولا النكبة، لكنها ما زالت حية في وجداننا، وما زلنا نذكر فلسطين، وما زلنا مصممين على العودة إلى فلسطين واسترداد ما سلب من أرضنا ومقدساتنا. وهذا لم يكن بفعل الإعلام فقط، إنما هذه روح تسري في هذه الأمة وستبقى موجودة. الإعلام يستطيع أن يثير وعي الناس وأن يذكر الناس بالحقائق. أنا بتقديري ما قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا، الانفجار الذي حدث في العالم من حيث تعدد وتنوع وسائل التواصل الاجتماعي وسهولتها، لا شك أنه سلاح ذو حدين كما تفضلت حضرتك قبل قليل. يعطيك أنت كصاحب قضية فرصة كبيرة جدا لإيصال صوتك إلى بقية شعوب العالم، لأنني أعتقد أن الماكرة الصهيونية استطاعت في العقود الماضية، مثلا خذ مثال الهولوكوست وهي محرقة حقيقية حصلت لليهود، لكن ما كانت الإعلام الصهيوني استطاعت أن تستثمر وتضخ إعلاميا، فغيرت وعي الناخب الغربي بحيث أصبح الساسة الغربيون يبررون تصرفاتهم في التماهي ودعم الدولة الصهيونية دولة إسرائيل، دعموها بدون حدود وبلا حدود، لأنهم وجدوا قواعد تستقبل هذا الدعم وتقبل هذا الدعم، لأن إسرائيل صورت نفسها ضحية. اليوم أنا بتقديري نحن لم نحسن استثمار وسائل التواصل الاجتماعي. اسمح لي هون أدخل في هذا الموضوع قليلا. ما السبب؟ لماذا أنت متشائم أننا لم نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه أكيد ياسر يسمعك وربما يختلف معك؟ تفضل. أنا لست متشائم، أنا متفائل جدا، وبطبعي أنا متفائل، لكنني أقول يجب أن نستخدم الوسائل بطريقة سليمة. في الماضي مثلا كنا نستخدم الوسائل ونمجد صور البطولة والمقاومة، ولا شك أنها تستهوينا ونحبها ولها أثر إيجابي في نفوسنا، لكن العالم ليس كله يعني ينظر للقضية كما ننظر نحن. فأنا كنت أتمنى أن نركز كيف نظهر للعالم معاناة المواطن الفلسطيني. خذ مثال وأضرب لك مثال نحن عشنا في الأردن. قمنا بعدة حملات في الأردن، آخرها كانت حملة العودة حقي وقراري بالتعاون، طبعا الله يجزيهم خير، مركز العودة الفلسطيني في لندن هم الذين قاموا بها. لكن مثلا عندما نقوم بحملة جمع تبرعات لصالح ترميم بيوت المقدسين في القدس، القضية ليس المقصود منها كم تجمع من المال، القضية لها بعد آخر. أولا نظهر معاناة الفلسطيني في القدس، كم هو يعاني ولا يستطيع أن يزيد طوبة في منزله بقرارات إسرائيلية مجحفة، كم أنه لا يستطيع أن يصل إلى ابنه، يصل إلى مدرسته، ولا يستطيع هو أن يصل إلى عمله، وكيف تتقطع به السبل. خذ مثال مثلا الفلسطيني الذي ينبك بضعة دينارات من الأرض، يعني يركب بغلته ويجتاز 5 حواجز إسرائيلية ليصل إلى أرضه ليزرعها. هذا الفلسطيني يرفض 20 مليون دولار ثمنا لأرضه ولا يتخلى عنها. ما الذي يريده مني هذا الفلسطيني؟ هذا يريد مني أنا امتداد العربي أولا أن أشعره أنني معه وأنني لا أتخلى عنه. هذا الفلسطيني تحديدا، وهي قصة حقيقية، عندما تمت زراعة أرضه بضع شجيرات نحن رفعنا معنوياته، وأنا أعتقد أن الفلسطيني في فلسطين اليوم هو خط الدفاع الأول. طيب سأعود لك أستاذ حسام، لكن فكرة مهمة جدا، يعني كيف تحويل يمكن أن نحول الحملة الافتراضية إلى حملة حقيقية على الأرض ذات أثر حقيقي؟ وهنا أسألك ياسر ختاما، بالنسبة للحملات في وسائل التواصل الاجتماعي، هناك خطر حقيقي بتزييف هذه الحملات، لأنك تعلم بأن عالم التواصل الاجتماعي بالمجمل هو عالم افتراضي، يعني بين قوسين ربما يكون عالم وهمي، حتى أرقام اللايك وأرقام الدخول وكلها يمكن التلاعب بها.
فإلى أي مدى الشعور بأهمية أن لا يبقى العالم الافتراضي افتراضياً ووهمياً ويتحول ذلك إلى عالم على الأرض؟ إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محوراً أساسياً لديكم أنتم في عالم التواصل الاجتماعي؟ برأيي العملية متكاملة. أي حتى يكون هناك تأثير على أرض الواقع، يجب أن تكون الحكومات على أرض الواقع تسمح بهذا التأثير. لنفترض أن هاشتاغ تحدث عن قضية فلسطين في ذكرى النكبة كان ترند في إحدى الدول العربية التي تتبنى الآن خطاباً عدائياً لفلسطين، أو في دول أجنبية تتبنى خطاباً عدائياً ضد فلسطين. هل ستسمح هذه الدول للجمهور أن ينزل إلى الشارع؟ في السابق كان الجمهور ينزل إلى الشارع قبل وسائل التواصل الاجتماعي. في ثورة مصر الجمهور نزل إلى الشارع، الثورة التي حركتها منصات التواصل الاجتماعي، الثورة المصرية حركتها منصات التواصل الاجتماعي، وكانت فلسطين قضية حاضرة، قضية أساسية في الثورة المصرية وغيرها من الثورات العربية. لكن الآن من يحكم مصر؟ هل يسمح بأن يخرج شخص إلى الشارع يحمل علم فلسطين؟ هو بالتأكيد لا يسمح، لأن يحمل علم فلسطين في مباراة كرة قدم، وشاهدنا قبل ذلك تم اعتقال من حمل علم فلسطين في 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 مباراة كرة قدم. لكن أؤكد أن أو أزعم أن الشعوب المتواجدة أو الأشخاص المتواجدين على منصات التواصل الاجتماعي هم في النهاية يستطيعون النزول إلى الميدان إذا سمح لهم بذلك. على سبيل المثال أنا أعيش في إسطنبول، أدرس في تركيا، وعندما يحدث قصف في غزة وعندما يحدث استهداف صهيوني في فلسطين، يكون أخبار غزة وفلسطين في الترند الأول، في رقم واحد في تركيا. نعم. والترند التركي على تويتر على سبيل المثال جدا جدا صعب. في اليوم الثاني أو في أول جمعة بعد الحدث تكون المسيرات تملأ شوارع تركيا وتملأ مساجد إسطنبول الرئيسية، ويحتفون باسم فلسطين بلغات أجنبية مختلفة. الأمر برأيي التأثير في الشارع مرتبط بدرجة كبيرة بسماح السياسيين، بسماح الحكومات للأشخاص أن يأخذوا حريتهم وينزلوا إلى الشوارع. شكرا لك الناشط في السوشيال ميديا ياسر عاشور، كنت معي من إسطنبول. أستاذ حسام، وهنا أسألك عن كيف يمكن تحويل النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل القضية الفلسطينية إلى نشاط على الأرض، نشاط يحدث فرق، نشاط يؤثر، نشاط يغير إيجابيا. أنا أعتقد أن التغيير قادم لا محالة أخي الكريم. المطلوب من الأحرار اليوم أن يجعل الناس مستعدين لهذا التغيير. السوشيال ميديا والفيسبوك لن يحرر فلسطين ولن يعيد الحقوق لأصحابها، لكنه مجال خصب لإثارة الوعي لدى الناس. اليوم نستطيع احنا من خلال السوشيال ميديا أن نظهر الحقيقة، أن نكشف الزيف الإسرائيلي. وأضرب لك مثال، خذ الجانب الآخر، جانب العدو الإسرائيلي، انظر ما يفعل أخي أدرعي مثلا على سبيل المثال باللغة العربية والفيديوهات التي ينتجها ويصدرونها، ويحاولوا أن يزينوا صورتهم وأنهم متسامحون وجيدون وأنهم يعني يعانون من الإرهابيين. ما الذي دفعهم لذلك؟ هم غير محتاجين له، لكنهم هل أثروا في الصورة النمطية المرسومة عن دولة الإسرائيلي؟ قد يكون. الأمر الآخر، أنا أختلف مع الأخ ياسر، يمكن أنا أعتقد الشعوب العربية شعوب تحب فلسطين وبصولتها لفلسطين، لكن علينا أن نعترف اليوم أن الشعوب العربية ليست حرة في اختيار إداراتها. اليوم إثارة الوعي ليس فقط باتجاه فلسطين، إثارة الوعي باتجاه أن تمتلك هذه الأمة العربية زمام إرادتها من جديد، أن تتحرر وأن تصبح قادرة على ملك إرادتها وإدارتها وثرواتها، عند ذلك تحصيل حاصل، فإن فلسطين ستتحرر. أنا بتقديري السوشيال ميديا هي مجال لإثارة وعي الشباب ووعي الناس، وهي مجال خصب. نعم. لا تستطيع الدول أن تتكلم به ولا الحكومات أن تفرض سلطتها وسطوتها عليه. شكرا جزيلا لك مدير إذاعة حسنة الإعلامي حسام غرايبة، كنت معنا من عمان. وأشرك معنا أيضا في هذا النقاش الناشط الفلسطيني سيف أبو كشك، معي من إسبانيا. أهلا بك سيف. إلى أي مدى سيف يمكن للشباب الفلسطيني الموجود في أوروبا، ونأخذ مثال موجود في إسبانيا، أن ينجح مثل هذه الحملات لتأكيد الحق الفلسطيني من خلال حملة العودة حقي وقراري؟ بالطبع، أول شيء مساء الخير، تحياتنا للجميع، شكرا للاستضافة. نشاط الحملة هو نشاط مهم وبيسعى على ترسيخ
حق عادل لقضية عادلة لقضية الشعب الفلسطيني وحق العودة للأراضي لكل اللاجئين طبعا بدون استثناء وحق فردي قبل أي شيء. دور الشباب هو دور مهم وفعال، احنا نعتمد على ملاحظة مكافحة المقولة الصهيونية انه الشباب راح ينسوا، فأكيد دور مركزي وجود الشباب بشكل فاعل، نشر الوعي عن موضوع الحملة، كمان رفع نسبة الوعي بين المجتمع الإسباني والمساحة الإعلامية كما ذكر زميلي السابق. ولكن هل بالنسبة للفلسطينيين في أوروبا انتشار الحملة أسهل أصعب من الفلسطينيين في أي مكان؟ قد يقول البعض أنه حتى أيضا الفلسطيني الذي يعيش في أوروبا الذي يحمل الجنسية وهمه أقل من الفلسطيني الذي يعيش في لبنان والأردن وسوريا وفلسطين. يعني بفكر هنا احنا بدنا بنخلط ما بين مشاكل الحياة اليومية وما بين قضية شعب وقضية نضال تاريخي ومفهوم هوية وانتماء، وهدول قضيتين ما في مجال انك انت تحطهم مع بعض. كون الفلسطيني اللي موجود في اوروبا الظروف المحيطة فيه ظروف الحياتية مختلفة عن اهلنا اللي موجودين في لبنان او اللي موجودين بسوريا او الاردن او مصر او دول الطوق حتى بغزة وبالضفة الغربية، لا يعني انه الموجود برا لازم ينسى وطنه وما بيكون في عنده نفس الهم الحياتي اللي بواجهه الفلسطيني اللي عايش في المناطق المحيطة بفلسطين المحتلة وداخل فلسطين المحتلة، اكيد يفوق باضعاف اللي موجود بالخارج، ولكن الهم الوطني هو هم واحد. ولكن بالنسبة للهوية سيف، معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في أوروبا الآن هم من حملة الجنسيات الأوروبية، هل يساهم ذلك في نسيانهم لحقهم في العودة لفلسطين، في تثبيت الحق الفلسطيني لهم؟ ما أكيد بنرجع بنحكي على النقطة اللي قبلها، أنت بتحكي على ظروف حياتية، الظروف الحياتية ما إلها دخل بقضيتك، ما لكن الجنسية ليست ظروف حياتية سيف، الجنسية أيضا جزء حياتية. من الهوية. لا. طبعا ظروف حياتية، أنت معك جواز سفر بتتنقل فيه وبتمارس حياتك اليومية فيه، بس أنت ما بتحمل جوازك السفر عشان تروح، يعني مش هو اللي بخليك تقدر تناضل أو ما تناضل، مش هو اللي بخليك تكون عارف شو وطنك أو مش عارف شو وطنك. هاي أكيد هي امتيازات موجودة عند اللي بالخارج، ما في شك، يعني في رفاهية مختلفة، ما في شك في حياة مصاعبها مختلفة، مشاكلها مختلفة. يعني تقصد أنه هؤلاء هم عليهم عبء أكبر من غيرهم من الفلسطينيين لإنجاح مثل هذه الحملة؟ وهنا أسألك ختاما عن دوركم في إسبانيا تحديدا في إنجاح حملة العودة حقي وقراري. نعم، أنا في الأول بقول أنه أي فلسطيني بغض النظر وين مكان وجوده، إذا كان بالداخل أو بالخارج، إذا كان مقتدر وعنده مساحة يمارس فيها دور، هو عليه الحمل الأكبر من غيره. ثانيا بحب بس أوضح شغلة ثانية، أنه النشاطات بغض النظر عن أماكن التواجد الفلسطيني هي إضافات تراكمية ومهمة وممتازة، بس بالمرحلة اللي احنا موجودين فيها اليوم احنا بحاجة بأمس الحاجة لمظلة فلسطينية جامعة تسعى لتوجيه بوصلة النضال الفلسطيني باتجاه القدس تحرير فلسطين، بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى. بالنسبة للنشاط تبع الحملة، كان في عنا هناك الفئة المستهدفة بشكل مباشر اللي هي شبابنا وأبناء الجاليات الفلسطينية بالمناطق المركزية الثلاث اللي بنحكي على الأندلس الأربعة، الأندلس مدريد برشلونة وفالنسيا. للأسف الشديد كما بتعرف أنه موضوع إسبانيا بموضوع الكورونا من أحد المناطق في أوروبا بالكوفيد 19 اللي تضررت بشكل مباشر ومن جديد، بس بلشنا. لكن بالنسبة لظروف الحجر هل منعتكم من التواصل على العالم الافتراضي من خلال الانترنت؟ يعني صار في عنا حاجة انه نستخدم هاي المساحة، ولكن زي ما بتحكي انت اللي بيكون موجود بالغربة هنا بيعتمد بشكل اكبر على التواصل المباشر حتى يقوي الصلة والترابط ما بين أفراد وشباب الجالية الفلسطينية، فكنا إحنا نتجنب أن يكون عملنا بشكل مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي حتى نوطد العلاقة ونخلي في هناك تماسك أكبر. للأسف اضطرينا أنه نستخدم أدوات التواصل الاجتماعي وشوية صعوبات، يعني الحمد لله يعني نبذل جهدنا حتى أنه
نوصل للهدف اللي احنا بدنا اياه. كيف كان التفاعل الاسباني؟ اشرت انت انه في بدايه مداخلتك ان انه من اهداف الحمله ايضا تعريف الوسط الاسباني بالقضيه الفلسطينيه. مجتمعيا المجتمع الاسباني هو مجتمع واعي للقضيه الفلسطينيه ولحقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا بيسهل التواصل معهم. احنا قدرنا نبني مجموعه من العلاقات مع منظمات ناشطه تدعم حقوق الانسان، منظمات ناشطه مختصه بدعم القضيه الفلسطينيه، والنقابات العماليه بخاص النقابات اللي بتتجه لدعم نضالات الشعوب بالمناطق المختلفه. لقينا ترحيب من الجميع. احنا بنعرف في هناك اختلاف منذ سنوات في اسبانيا على ما بين المستوى السياسي والمستوى الشعبي، فبالتالي بنلاقي دعم اكبر من المستوى الشعبي، وبنلاقي يعني اكثر التباطؤ من المستوى السياسي برضه. لكن للاسف الهم اللي موجود باسبانيا كان اكبر من اي شيء اخر. كان ممكن تكون اكيد النشاط والتواصل من خلالهم اكثر بكثير، لكن كون الوضع الداخلي في البلد صعب جدا، يعني كان في هناك الدعم الرمزي واللي احنا عارفين انه احنا ممكن يعني نتواصل معاهم ونطلب منهم شو بنحتاج فور تحسن الظروف، وظروفهم هم بالاخص يعني كمان. طيب، والان الظروف تحسنت والحجر يرفع تدريجيا، فنتمنى فعلا لكم نجاح هذه الحمله. سيف أبو كشك الناشط الفلسطيني كنت معي من اسبانيا، وبهذه المداخلة لسيف نصل إلى ختام هذه الندوة التي استمرت على مدار ساعتين حول دلالات النكسة الفلسطينية ودور المؤسسات الشعبية في استنهاض تلك الدروس من خلال التأكيد على حق العودة الفلسطيني من خلال حملة العودة حقي وقراري. أترككم في أمان الله. العودة حقي وقراري، من أنت لتسلبها أنت؟ من أنت لتحرمني داري؟ وبكل برود قررت جدري تاريخي آثاري باقية لو مهما فعلت.